يما هذه شفيها تخزني كذي؟ انتي هي تعالي. انا؟ اي انتي حكي يدي تعالي انتي ماكو غيرك. انتي شو اسمك؟ انا ونس. شلونكم ماخذين البيت؟ انا بروح. تعالي تعالي ما خلصت حكي بسولف وياكم. انتوا كم نفر بالبيت؟ وين تخرعين؟ انا بمشي. تعالي اسولف وياك. وين رايحه؟ هديني تخرعين انتي. روحي يلا روحي يلا يلا يلا. بعبع شايفه بعبع. وين تخرعين؟ اروح اخذ شيء من بحر. عفتم شلونك؟ نعم ايش تبي؟ انا احبك. حبك برص. لو تحبني صدق كان ذاك اليوم اعطيتني عصير ولا بيبسي، بس انت كله ما ترضى تعطيني. ان شاء الله تستاهلين. عايب لك الحين. ايه جيب لي من هذا. عطني هذا الازرق. لا 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 ما احبه هذا. لا تجيب لي. لا 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 ما ابي. عطني هذا 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 هذا. ايه تفضلي. وبعدين انا كم مره قايلت لك لا تقول لي فطيم؟ ها شنو فطيم حاف؟ قول انسه فطيم. ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب. اقول انت تطلع زين من هالبقاله؟ اي الحمد لله طلع خير وايد. ايه اكيد الحمد لله. انت تصاب حرامي هذا بربع دينار تبيعه على الناس دينار. زين الحين دام انك تطلع قول خلينا نعطي هالمسكينه هذه ما عندها تاكل خلينا نعطيها شويه. تستاهلين والله. ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب. الله. اقول حاجيج وين رفيجتك؟ منو؟ فراشه. وانت ايش تبي بفراشه؟ انا عندي هديه. ايه؟ ابي رقمها تليفونها تعطيه حق فراشه. تبي رقم منو؟ فراشه. يا جليل الحيه يلي ما تستحي على وجهك. هذا اللي قاصر بعد اعطيك رقم رفيجتي. ها تهني؟ ادق لك ما تردين عبالي نايمه. لا شندي يا انا انام بكر. يا ايه اقول ها انت متى تتزوج؟ ها تبين الفكه مني انت؟ لا ما ابي الفكه منك، بس بعد الواحد خلاص لمتى يعني كبرت انت تزوج يمديك تشوف عيالك ولا تصير ترى نفسي وحيد مالك احد. افا وانا وين رحت؟ ايه ما ردك بتمل مني مثل ما ملوني غيرك. يبا انا وحده مكروهه منبوذه ما حد يحبني. لا يبا لا لا تقولين هالحكي. شوفي انا شايب لك. شنو؟ ها شنو هذا؟ شنو هذا تليفون؟ اي يا تليفون. لا وي انا ما احب هذيل السوالف الجديده ما افتهم لها ما اعرف لها. يبا سهل. لحظه لحظه خل اوريك لحظه. هذا سهل واكو شيء. يبا انت تعرفين تقرين وتكتبين. ايه جايب لك تليفون احط لك فيه واتساب عشان تكلميني وسوالف وصور حركات. احنا لا 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 انا ما عندي صور حركات وهذا ما عندي. انت شايف وجهي انا عشان وي علي الوجه صور. يبا انا ماخذ لك جهاز وحاط لك فيه انترنت وحاط لك فيه كل شيء كله على حسابي. لا تحاتين شيء لا تخافين. والله ما انا ما افتهم فيهم. هذا بكم خذيته؟ 250. 250 شنو؟ شنو 250؟ 250 دينار. يمه يمه قلبي يمه وقف قلبي. يبا انت مالك شغل. حرام عليك يا الظالم. الله بيخفف بينا ليه؟ على قزاز وعلى منيوم. حرام عليك يبا هذا الفسق اللي قاعد يسوونه قاعد يقصون عليكم هذيلي. طيب 50 دينار؟ الله يهداك انت ايش تبين بالفلوس؟ الفلوس انت قاعد تجمعينها ترى حرام. انت بعد هم ما يصير كذي. الفلوس علشان نستانس فيهم نفرح فيهم مو نجمعهم. ما راح يروحون معانا القبر. يبا صرفي وانسي نفسك. ترى نفسك لها حق عليك. استانسي. شو شوف 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 هذا التليفون. لحظه خلها شغله. شوف انا ما افتهم ما اعرف لهم. الحين اعلمك. يبا شوفي هني هذا المربع تدشين عليه. ايه هني حاط لك برامج التواصل الاجتماعي. شنو هذول؟ من هذا؟ هذا الانستغرام. ايه تسوي لك اكونت. انا بدز لك ايميل وانت حطي الباسورد وحطي لك اسم زين. ايه وهذا سناب شات. ايه؟ نفس الشيء تحطين الاكونت. وهذا هذا طبعا سناب شات فيه فلاتر تصورين تطلعين ايش حالاتك تجننين. وهذا توك توك وتويتر. لا انت مو مال تويتر. فيسبوك مو مال فيسبوك. منو هذيلي؟ هذول برامج تواصل اجتماعي. بس تكفين ها مو تسبين احد ولا تغلطين على احد. ليش وده هو سبني انا اسكت؟ لا ما اسكت اسبه. تسبينه عندك 5000 دينار تدفعين له؟ ليش؟
شنو بعد يغرمونك يرفع عليك قضيه يسكت 5000 دينار سبيته ياخذ مني 5000 5000 لا 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 خلي هو يسبني انا ما سبه عندك فلوس حق محامي تراقبين وراهم لا خلاص يبا لا تسبين ولا يسبونك فيك خلاص دير بالك على التليفون تكفين تكفين امنتك الله وغلاتي مو تروحين تبيعينه لا تطلعيني هالنظره والله صدق انا يبا بتكفل بكل شيء راح ادفع كل شيء تكفين وغلاتي يا فطين زين خلاص عشان غلاتك حلفتني بغلاتك ما وغلاتي ما تبيعينها لا لا انا بالاول كنت ببيعه بس قلت لي وغلاتش خلاص اي حرام معليش تليفون عاد ها نتكلم فيديو فيديو؟ اي هلا خليك اللي عندك هلا صغير شحليلاته ادق عليك ادق علي خلاص بعدين هذا تعرفين العالم شنو صاير فيه شو القصه؟ أمانة كثر الله خيرك وغلاتي لا تبيعين ما ابيعه خلاص قلت لي وغلاتك حشحشه اشوف الحشه عن الف يمين يلا. ما ابيعه خلاص يلا انا ماشي وين بتروح؟ بروح المكتبه باخذ اغراض حق المكتب إيه؟ جمعيه تبين شيء؟ لا الله وياك روح اكيد حفظ الله الله يحفظك يلا مع السلامه مع السلامه مع السلامه فهم الله